بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. زي ما تعودنا كل يوم حد وأربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول أهم الأخبار اللي حصلت على الساحة الرياضية في الألعاب الأخرى طبعا داخل جدران النادي الأهلي محليا وأيضا عالميا. النص الأول من حلقتنا مجموعة من الأخبار. الحقيقة النهاردة عندنا أخبار كثيرة جوه النادي الأهلي وأخبار عامة حصلت في اليومين اللي فاتوا هنطلع حضراتكم عليها، لأنه خلاص في مسابقات كتيرة بدأت تخش في الجد أو تخش في المراحل الحسم، ولكن يعني لسه طبعا الموسم طويل ولكن هي مباريات مهمة. هنطلع حضراتكم على هذه الأخبار. النص الثاني من حلقتنا له علاقة بكرة السلة، حضراتكم تابعتوا منذ أسبوع فوز النادي الأهلي بدور المرتبط لكرة السلة، والحقيقة كان بطلها الأول يعني رقم واحد، مش الفريق الأول طبعا، في الأول أنهى بالفوز على الاتحاد، ولكن كان فريق المرتبط. فريق المرتبط الحقيقه اللي استطاع انه يفوز مباريتين على الاتحاد الاسكندري عشان يدي فرصه ثانيه للفريق الكبير انه يفوز بدور المرتبط. يمكن اول مباراه او مباراه الذهاب كان المرتبط فاز، والمباراه الكبار كانوا او الفريق الاول خسر، فالمباراه الثانيه كانت مباراه قويه. والحقيقه نادي الاتحاد في المرتبط عمل مباراه كبيره الحقيقه، كان ماشي طول المباراة كلوز جيم جدا جدا، وتبادل الفرقتين الصعود والهبوط إلى أن حسمها النادي الأهلي في اللحظات الأخيرة وآخر دقيقتين، واستطاع أنه يهدي للفريق الأول فرصة أخرى للفوز بدوري المرتبط. طبعا هيكون معانا مجموعة من اللاعبين، والجميل أنه اللعيبة دي الحقيقة لعيبة بروميسنج كلها واعدة بشكل كبير جدا. اللعيبة دي هتبقى في يوم من الأيام مستقبل كرة السلة مش في النادي الأهلي بس، ولكن هيكونوا مستقبل كرة السلة في مصر. مجموعة من الأطوال الحقيقة نادر لما بيكون 16 سنة بتبقى فيها دي، يعني مجموعة الأطوال دي فوق 2 متر، 2 متر 5، 2 متر 3، 2 متر في الجاردات كلهم فوق، أغلبهم فوق 190. الحقيقة مجموعة حتى اللي مش فوق 90 مجموعة كبيرة جدا من المهارات. الفرقة دي الحقيقة النهاردة طبعا هنستضيف منهم ثلاث لاعبين، هنستضيف طبعا علي وعمر حاتم وعمر موفق. الحقيقه الثلاثه يمكن علي واخد افضل لاعب في دوري نهائيات دوري المرتبط، وعلي ده موسم بتاعه الاول قادما من وادي دجله، الحقيقه الولد عمل موسم كويس جدا. علي عصران الحقيقه من اللعيبه اللي ثبت وجودها ودخل وسط الفرقه سريعا الحقيقه. عمر موفق وطبعا الكو كابتن واحد ابرز اللاعبين اللي ادوا اداء كويس جدا، وكمان عمر حاتم واخد هداف الثلاثه بوند في دوري المرتبط او نهائيات المرتبط. الثلاثه الحقيقه ادوا اداء جميل جدا النهارده، كانوا معانا لازم نكرمهم لان الحقيقه هم البطل الاول يمكن طبعا في الملعب، انما عندنا طبعا اللاعب رقم واحد هو جمهور النادي الاهلي الحقيقه اللي كان بيأزر الفرقتين وجي بدري عشان يأزر فرقه المرتبط، ولكن فريق المرتبط هو البطل رقم واحد. طبعا الفريق بقياده الكابتن اسلام الكيلاني، والحقيقه الفرقه ادت اداء كويس بدايه، يمكن لم يتلقوا غير هزيمه واحده كانت عمها سموحه في الاسكندريه فقط، ده الخساره الوحيده اللي تلقاها هذا الفريق طوال الموسم. ان شاء الله عندهم القاهره والجمهوريه بعد الفاصل اللي في نص الحلقه، ان شاء الله هنستقبلهم وهنتكلم معاهم عن كل شيء، انتظروا كلامنا مع المرتبط. هنروح لاخبارنا، هنبتدي من كره اليد. الحقيقه بكره اول اختبار يعني قوي وحقيقي ان شاء الله مع المدير الفني الجديد ديفيد ديفيز، مدير فني الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي. بكره ان شاء الله مباراتنا مع سبورتنج على صاله الامير عبد الله الفيصل في تمام الساعه 4 عصرا، يمكن دي اقوى مباراه منذ تولي المدير الفني الجديد مستر ديفيد ديفيز المسؤولية. إن شاء الله بكرة يتوج يعني يتوج مجهودهم بالنجاح والفوز. فريقنا داخل الماتش ده هو عنده 38 نقطة من 13 ماتش، 12 فوز وتعادل مع هليوبلس. أما نادي سبورتنج فبيحتل الصدارة برصيد 42 نقطة، ولكن لعب 15 ماتش أزيد منا بمباراتين. طب إحنا ليه لعبنا مباريات أقل؟ عشان كنا بنشارك في بطولة العالم لكرة اليد في المملكة العربية السعودية في مدينة الدمام منذ شهر تقريبا، ف تم تأجيل المباريات لينا. بعد كده إن شاء الله يوم الاثنين هيكون معنا مباراة أخرى من المؤجلات، هتكون مع نادي الزمالك، لم يتحدد موعدها ولا مكانها، ولكن في الغالب بتبقى مباريات الأهلي والزمالك بتكون في مجمع الدكتور حسن مصطفى. الحقيقة هذا المجمع يعني حاجة رائعة، أنا رحت بنفسي أكتر من مرة، ومكان رائع، استاد بالمدرجات بغرف اللبس بحتى الحمامات للجماهير، حاجة يعني 5 نجوم صالة على اعلى مستوى، والجميل ان الصيانه فيها بشكل جيد، فدايما تخش الصاله تحس انها دائما او ابدا جديده. فده يوم الاثنين مباراتنا مع ان شاء الله نادي الزمالك، وده من المؤجلات. اتصور ان شاء الله اذا فزنا في هذه يعني مباراتين دول، مباراه سبورتنج والزمالك، باذن الله ان شاء الله نتصدر الجدول، وده الدور التمهيدي، لسه الموسم طويل جدا جدا جدا، احنا بنلعب دلوقتي من دور واحد
18 فريق وبعد كده هيطلع 6، يعني لسه المشوار طويل، ولكن انت بتقول كلمتك في البداية وبتفرض سيطرتك، دي مهمة جدا جدا حتى نفسيا مع الفرق الأخرى، فده مهم جدا جدا جدا. طيب نروح بعد كده للخبر اللي بعد كده، معانا كرة اليد سيدات. كرة اليد سيدات ايضا بيلعبوا التمهيدي، انتوا زي ما حضراتكم عارفين كان المنتخب متجمع بيلعب بطوله افريقيا في السنغال، وهذا الفريق كان مشارك منه 6، النادي الاهلي شارك منه 6 لاعبات مع المنتخب، وساهموا في حصول منتخب مصر على المركز الثامن، ولكن دي كانت المشاركه الاولى لمنتخب مصر بعد 10 سنوات غياب عن افريقيا، فاذا يعني النتيجه مش مهمه ولكن الاصرار والاستمرار في اشتراك كمنتخب مصر. الفريق رجع اتمرن تاني، وفريقنا طبعا كان لعب مباراه مع البنك الاهلي بعد العوده، واستطعنا ان هم يفوزوا بفرق كبير جدا على البنك الاهلي، يمكن 39 20 في الشوط الاول، خلص 18-9 فرق كبير، واكدوا فوزهم البنات في الشوط الثاني وانتهى 39-20. فرقتنا كده بقت في المركز السادس من 17 نقطه من الفوز في 5 ماتشات قدام الزمالك والمعادي ومدينه نصر و6 اكتوبر بنك الاهلي، وخسرنا ماتشين قدام سموحه والطيران. طبعا بفكر حضراتكم بحاجه، ان الفريق ده ما اتمرنش التمرين الكافي. ليه لما اتمرنش التمرين الكافي؟ لانه كان المنتخب بيستعد لبطوله افريقيا، الدوري توقف 40 45 يوم تمام، وكان في 8 لاعبات مع المنتخب، 2 اتصابوا ورجعوا و6 كملوا، نتمنى الشفاء طبعا ليهم. والفتره اللي كان قبل بطوله افريقيا كان المنتخب بيتجمع 4 ايام في الاسبوع، الفرقه بترجع تلعب او تتمرن تمرينه واحده مع النادي الاهلي، او اللعيبه تتمرن تمرينه واحده مع النادي الاهلي وبعد كده تلعب مباراتين، فلم يحدث انسجام بالمره بين اللاعبات وبين الجهاز الفني، خاصه كنت محمد عادل او زولا الشهير بزولا طبعا المدير الفني تولى المسؤوليه بدايه الموسم، فلسه ما فيش هارموني مع الجهاز الفني، ولسه اللاعبات ما فهموش السيستم بتاعه، فطبعا اكيد كان لازم يكون في مباراتين خسروهم، ولكن اتصور مع المباريات وانتظام اللاعبات في التدريب وما فيش توقف خلاص الفتره اللي جايه، واللاعبات بيتمرنوا 7 ايام في الاسبوع مع فرقتهم، اتصور النتائج هتتحسن، وكان طبعا اخرها طبعا البنك الاهلي، وعلى فكره نادي البنك الاهلي نادي كبير ونادي محترم، يعني هو ولد في كره اليد كبيرا، حتى الفريق الرجال من الستة الكبار، يعني قصدي اقول لكم انه ماتش مش سهل، ومع ذلك الفرقه ادت بشكل جيد، وان شاء الله القادم لها افضل باذن الله، ونتمنى عوده البطولات، خاصه السنه اللي فاتت ما كانتش احسن حال بالنسبه لكره اليد سيدات. طيب هنروح لكرة السلة رجال. منتخب مصر دلوقتي اتجمع، طبعا انتوا عارفين ان منتخب مصر عنده مرحلة مهمة جدا، الويندوز الرابعة للتأهل لكأس العالم، ونجحت مصر في استضافتها، غالبا هتبقى في صالة برج العرب، اتصور يعني انها تكون في صالة برج العرب، وارد جدا تبقى في مجمع الدكتور حسن مصطفى، ولكن هم طبعا في الاتحاد الدولي بيشترطوا ان الصالة تبقى باركيه، وهناك خشب باركيه غير كرة اليد وغير الكرة الطائرة، تبقى تريفليكس، هو ده الاختلاف ما بين الاتحادات الدولية، الباسكت بيشترط باركيه. صالة برج العرب باركيه، ما انتش محتاج تفرش ملعب ولا حاجه، هي باركيه، فاتصور انها تبقى برج العرب. طيب ايه اهميه الويندوز دي؟ الويندوز دي ان احنا داخلين متعادلين كلنا، فمهم جدا ان احنا نتاهل من مجموعتنا اولا، لان احنا نروح على مجموعه ثانيه موت، مجموعه ثانيه صعبه جدا جدا جدا، فانا اتصور ان احنا محتاجين ان احنا نخش من المجموعه دي نتاهل اول. اتاهل. طب المنتخب بقياده طبعا الكندي روي رانا استدعى 7 لاعبين من النادي الاهلي، 7 لاعبين تم استدعائهم، طبعا دي صوره المدير الفني روي رانا المدرب الكندي، وهو جاي عامل معسكر فقط، احنا ما عندناش ماتشات، الويندو فبراير، ولكن مش طبيعي ان انت تقعد من دلوقتي لفبراير، اتحاد السله شاف انه لازم يجمع ويعني يوقف اللعيبه، يوقف الدوري شويه عشان اللعيبه تتجمع. طب مين السباعي اللي راح؟ سيف سمير، ايهاب امين، عمرو الجند، عبد الله ناصر، عمرو زهران، عمر عزب، احمد اسماعيل، عمر طارق، ولكن غياب زهران يعني الحقيقه انا علامه استفهام، عمرو زهران الحقيقه من اللعيبه يعني جيدين، انا عارف انه راح منتخب 3-3، ولكن انا كنت اتمناه مع منتخب مصر الكبير، خلي بالكم منتخب مصر الكبير بيبقى ليه البريورتي، ليه الاولويه، لو حصل انه كان روي رانا طلبه ما كانش راح 3-3، ولكن سيف سمير من اللعيبه، سوري عمرو زهران من اللعيبه اللي انا شايفها يعني مش 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 يعني الجهاز الفني المنتخب يعني جمعه وفضل وصل ل 14 لعيب ولكن ما شاركش، يعني يوصل في تجميع اخر تجميع 14 لاعب بعد كده يتم تصفيه 12، عمرو زهران ما يروحش، في حين انا شايف ان عمرو زهران ده وقته ولازم ياخد الخبرات دي، والافريقيا عايزه قوه بدنيه، وعمرو زهران متميز طبعا زي والده طبعا ربنا يديله الصحه كابتن علاء زهران بيتميز بالقوه البدنيه، فهو يقدر ياخد او يعني زي ما بيقولوا ياخد ويدي مع الافارقه، الحقيقه غيابه انا الحقيقه يعني ما هي ولكن هي وجهه نظر فنيه، واتمنى انه كان يبقى موجود. طبعا الهدف زي ما قلت لحضراتكم هو تجديد ذاكره اللاعبين،
الاستعداد بشكل جيد، لازم اللعيبه تبقى ما تنساش، لان كل اللعيبه دي راحت مع انديتها بتنسى السيستم، لا لازم نتجمع تاني، وده فكر مظبوط الحقيقه. وكان رئيس الاتحاد كابتن محمود احمد علي كان قبل كده بيعمل هذا النظام او السيستم، ان المنتخب بيبقى في حاله تجمع بصفه دوريه طول السنه. طيب خلينا اطلع من الخبر ده شويه، عايز اعلق على خبر تاني. احنا طبعا شفنا يعني مباراه النهائي بتاعت الاهلي والاتحاد واللي فاز بيها نادي الاهلي، وشفنا طبعا فوجئنا بقرار بتحويل عمرو الجندي للتحقيق، وصدر قرار الاتحاد بايقاف عمرو الجندي مباراتين وتغريمه 10,000 جنيه. طيب احنا لا تعليق، احنا النادي الاهلي دايما هو النادي الملتزم اكتر الانديه، وانا بقولها وعارف بقول ايه، اكتر الانديه الملتزمه باللوائح والقوانين الاتحادات، ودايما يمتثل لقرارات الاتحادات بشكل كامل بدون اي يعني مشاكل. ولكن احنا ما عندناش ازمه الحقيقه من العقوبه، ولكن ارجو انها تبقى مسطره واحده، ودي الحقيقه اللي دايما انا بطالب بيها، سواء يعني في اي قرار يؤخذ لازم تكون مسطره واحده. نفس الحدث ده حصل في مباراه، يعني بلاش مش هذكر اسامي الناس يعني عشان ما اقولكش بيتكلم على، ولكن ناديين تانيين ناديين اخرين عشان ما اقولكش بيتكلم على نادي منافس او حاجه، وحصل تجاوز من احد المدربين في الملعب وتم تحويله التحقيق، ولكن العقوبه كانت مش زي عقوبه عمرو الجندي، كانت عباره عن عقوبه ماليه فقط. احنا ما عندناش ازمه، ولكن احنا كل اللي بنطالبه يا جماعه مسطره واحده، حتى الحكام اللي في الملعب مسطره واحده، زي ما بتصفر هنا على حاجه صفر زيها لما تحصل الناحيه الثانيه. ولكن لما نلاقي ان العقوبه على عمرو الجندي ماتشين ايقاف وغرامه ماليه، والناحيه الثانيه يعني معلش غرامه ماليه، في حين ان التصرف اللي صدر الناحيه الثانيه كان تصرف اقوى بكثير، متصور على قناه الاتحاد اليوتيوب واللقطات اللي متاخده من قناه الاتحاد الرسميه، في حين ان التصرف اللي حصل مع عمرو الجندي او التحقيق مع عمرو الجندي جه بعد المباراه في احتفالاتها في احتفالات الفريق ومتصوره بكاميرا موبايل. فطبعا هنا يعني الحقيقه انا مش شايف ان دي مسطره واحده، كنت اتمنى ان تبقى مسطره واحده، وانا بصرف النظر عن لون الفانيلا او مين المذنب او وضعه ايه او كينونته ايه يكون القرار. فاتمنى انه يعني الموضوع يعني شكله مش لطيف، والناس كلها فاهمه، يعني الموضوع مش ان احنا بنقول ان في عقوبه على عمرو، لا الناس كلها فاهمه والصفحات بتكتب وشايفه انه ما فيش فير، وشايفين ان هي مش مسطره واحده، فيعني الموضوع شكله مش حلو. فهي الفكره انه احنا ما عندناش ازمه، احنا بنمتثل لقرارات الاتحاد، وحتى عمرو الجندي نفسه ما صدرش منه اي حاجه، قال ان انا راجل يعني ملتزم للقرار، والنادي الاهلي نفسه هيطبق القرار. ولكن لما يحصل نفس الكلام ده او اكتر منه في مكان تاني وفي زمان تاني وموثق بشكل جيد، وتقولي لا انا ما شفتوش اصل غرامه ماليه بس، يبقى كده دي مش مسطره واحده، والعدل يعني زي ما بيقولوا اساس الملك. احنا مستنيين ان يبقى الاتحادات بتبص لكل الانديه بنفس الشكل وبنفس القرارات وبنفس اللوائح، ما يبقاش في حاجه هنا وحاجه هنا، اتمنى من ذلك. معلش انا رحت بره خبر المنتخب، ولكن ده مهم جدا ان احنا نتكلم كل ما يخص كره السله. طيب هنروح على منتخب مصر للسيدات 3 على 3. انتوا عارفين كره السله في مصر هي بتبقى الماتشات العاديه بتاعتنا، ولكن الاتحاد الدولي استحدث نشاط، والنشاط ده داخل الاولمبيك جيمز او الدوره الاولمبيه، وهو 3 على 3 نص ملعب، وبيدي فرصه للعيبه اللي ما بتلعبش في انديه او بتلعب زي ما بيقولوا لعب الشوارع او لعب هي اسمها يعني في ناس بتمارس كره السله في الشارع، فهو عايز يديهم فرصه ان هم يشاركوا، فعمل النظام 3 على 3، والاتحاد المصري لكره السله اقر هذا النظام ودخله بقى ليه منافسات وليه ماتشات وكل حاجه. خماسي اهلاوي في القائمه الاولى لمنتخب 3 على 3 استعدادا لبطوله افريقيا بالقاهره، بتكلم على السيدات هنا. مين الخماسي اللي راح؟ ميرال اشرف، رنيم الجداوي، هاله شعراوي، ثريا محمد، ونادين سلعاوي. خليني اقول لكم ان المنتخب في الاخر الفرقه بتبقى 4، الخمسه دول رايحين ولكن بيتم اختيار 4. مين المدير الفني؟ كابتن محروس. كابتن محروس هو المدير الفني لفريق سبورتنج للسيدات. فهنا احنا بنتكلم على تجمع المنتخب، متاخد من الاهلي 5، اكيد متاخد من انديه ثانيه لاعبات، ولكن الفاينل بيكون 4. الفاينل بيكون 4، طبعا البطوله بطوله افريقيا هتبقى في القاهره، ومجموعتنا منتخب تونس، مدغشقر، رواندا، خلي بالكم مجموعه جامده. مدغشقر عامله طفره في كره السله السيدات، ودايما بتشارك كمنتخب، وانديه بتشارك من عندهم كمان في بطوله افريقيا للسيدات، الانديه اقصد. ونفس الوضع بالنسبه لرواندا، حدث ولا حرج، هم يعني دوله بدات خلاص في كره السله وبتحتضن كل نشاطات كره السله الكبيره، منها النهائيات بتاعه الباسكت بول افريكان ليج وبطولات افريقيا كلها على صاله كيجالي هناك في رواندا، ولكن احنا بنتكلم على منتخبات قويه. اتمنى التوفيق طبعا، كابتن محروس قدها ان شاء الله وليه خبره كبيره جدا. طب البطوله هتتلعب فين؟
هتتلعب على مضمار الدرجات باستاد القاهره في الفتره من 1 ل 4 ديسمبر ان شاء الله، يعني بكره. احنا بنتكلم بكره، يعني ان شاء الله النهارده المفروض يكون اتعرف مين الاربع لاعبات اللي هيكونوا ضمن القائمه النهائيه. كل التوفيق طبعا لهذا الفريق، و3-3 من الالعاب المهمه جدا. والحقيقه بالمناسبه انا عايز اقول حاجه، مصر عامله فيها شغل كويس، يعني 3-3 احنا عاملين شغل كويس. احنا في شباب واخدين رابع عالم، سيدات عاملين شغل كويس، رجال ايضا عاملين شغل كويس. طيب عندنا اخبار تانية تخص طبعا كره الطائره، لسه هنتكلم عن الرجال، لسه هنتكلم عن السيدات، بس خلينا نطلع لفاصل وارجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الكره الطائره رجال السنه دي الاتحاد يعني سن سنه جديده، يمكن هو يعني بيطبق تجربه كره اليد وكره السله وهي المرتبط، فعمل النهارده الدور التمهيدي يعني مع المرتبط، ولكن هي بروتوتايب او يعني زي ما بيقولوا تجربه، لسه يعني ملهاش تاثير قوي. هو بيشوف السنه دي هيعمل ايه على ان السنه الجايه يكون في كلام جديد، بس هو النيه موجوده انه يخلي المرتبط يختار موسم او يختار سن معين يكون مرتبط مع فريق الدرجه الاولى زي ما كره السله بتعمل وكره اليد. فريقنا الكبير كان عنده مباراه مع بنها، والحمد لله استطاع انه يفوز 3-1. الجميل في المباراه ان كابتن محمد مصالح حميدو شارك كل اللاعبين كالعاده، لان المباريات مش على مستوى كبير، عندنا الاجانب شاركوا المباريات اللي فاتت، ولكن هو بيدور انه يعمل روتيشن جيد عشان يخش بسكواد كامل على الادوار الاعلى من كده. الماتشات كانت خلصت، الاشواط خلصت ازاي؟ 25-14، 25-12، 25-12، وكمان المرتبط فاز بنفس النتيجه ايضا 3-0. الجميل ان هو المره دي كابتن محمد مصلحي شارك اللاعب عبد الله اسامه، هو من اللاعبين الناشئين وبيلعب في مركز 3 اللي هو اصلا ممتلئ باللاعبين الخبره امثال عبو ودوله وغيره، يعني قصدي اقول انه هذا المركز فيها الكثير من اللاعبين، ولكن شارك او اشرك عبد الله اسامه في هذا المركز عشان يديله فرصه كلاعب ناشئ. فرقتنا دلوقتي معاه 18 نقطه من الفوز في كل الماتشات، وده على حساب بنها رايح جاي، مصر بترول، الترسانه اسكندريه بترول، وبتروجيت. المباراه اللي جايه ان شاء الله هتكون على ملعبنا، الملعب الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره مع نادي مصر بترول، هتبقى يوم السبت اللي جاي باذن الله. في الحاله دي احنا ماشيين كويس الحمد لله، كل مبارياتنا 3-0. يعني اتصور ان شاء الله ان هيبتدي الجد شويه مع الدور اللي بعد كده، بعد ما يتاهل من المجموعه دي 3 فرق، المجموعه 6 هيتاهل منها 3 فرق بشكل كبير، اهلي، بتروجيت، ترسانه. هيبقى الشكل ده المجموعه، يعني طبعا مع الاحترام بكل الفرق اللي موجوده، ولكن النتائج بتقول كده. الترسانه كسبت بتروجيت في مجموعتنا، طبعا كانت في مفاجاه. الاهلي كسب الكل، يعني الدنيا كلها بتلعب بين الفرق الثلاثه دول. هي هتبقى انا اتصور الترتيب هيكون كده، الاهلي وبتروجيت والترسانه، حتى بعد فوز الترسانه ممكن بتروجيت ترجع تكسب تاني ويبقى يحسم المركز الثاني. طب هنطلع نلعب ايه؟ هيبقى في 3 فرق جايين من المجموعه اللي قصادنا، ونطلع نلعب تاني مجموعه بس هتبقى اقوى، لان انت بتلعب بقى مع اول وتاني، بس مش هتلعب الفرق اللي انت طلعت معاها، يعني مش هتلعب الترسانه تاني ومش هتلعب بتوجيت تاني، هتلعب ال3 فرق اللي جاي لك من الناحيه التانيه. وبعد كده يبقى في تاهل بقى للادوار البلاي اوف اللي هتتلعب السنه دي، اللي هي هتبقى عباره عن طبعا الاول بيلعب الثامن ولا الثاني بيلعب، زي ما حضراتكم حفظتوا معانا في السله، زي ما انتم شايفين في الكره الطائره بدا يطبقوا نفس النظام. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي السنه دي يحسم الدوري والكاس، الفرقه الحقيقه بالشكل ده بالاستعداد ده بالدعم ده ان شاء الله ينقصها التوفيق، وباذن الله نفوز بال3 بطولات. وبالمناسبه النهارده طالما فتحنا الكره الطائره، النادي الاهلي او مش مصر، مش النادي الاهلي، مصر كلامي واضح، مصر او الاتحاد المصري لكره الطائره استطاع ان هو يفوز باستضافه بطوله افريقيا للرجال والسيدات للكره الطائره للانديه، وهتتلعب في شهر مايو. انا قريت النهارده الخبر ده فقلت برضه اقوله لحضراتكم، البطوله افريقيا للانديه هتكون في مصر. طبعا الاتحاد المصري بياخدها وبعد كده بيخاطب الانديه، ده السيكونس. الاتحاد الافريقي بيخاطب الاتحادات الاهليه ناشونال فيدريشنز ويسالهم انتوا عايزين مين الاتحاد اللي عايز يستضيف البطوله، فالاتحاد اللي عايز بيرفع ايده يقول طب اتفضل انا عايز استضيف، طب انت هتاخد البطوله. يبتدي الاتحاد يشوف تعالوا يا انديه مين يحب يستضيف البطوله. في حاله ان ما فيش نادي عايز يستضيفها اتحاد الطايره بيستضيف البطوله ومنظمها هو، يعني الموضوع في مصر مش هيخرج بره مصر. واتصور ان البطوله دي هتبقى قويه، ليه؟ لان في الحاله دي هيشارك 3 فرق من مصر. دايما تعودنا لما بيبقى في بطوله في مصر بتبقى التكلفه اقل على فرق كتير، بيبقى التكلفه والمشاركه والسفر والكلام ده اقل، ففرق كتيره بتشارك. كان يمكن اخرها شفنا حتى مشاركه سموحه اللي فاز بالمركز الرابع على ما افتكر، كان من 3 سنين ولا حاجه المركز الثالث. يعني قصدي اقول لكم ان في فرق بتشارك، فده بالمناسبه يعني مع خبر الكره الطائره.
فان شاء الله الرجال والسيدات الثلاثه من ثلاثه النهارده ان شاء الله السنه دي، انا اسف، دوري وكاس وافريقيا. نتمنى 6 بطولات ورجال وسيدات يخشوا ان شاء الله قلعه النادي الاهلي هذا الموسم. هنروح لسيدات، كان عندهم ماتش مع هليوبلس اللي بيقودها طبعا الكابتن ماجد مصطفى، احد يعني طبعا ابناء النادي الاهلي، وكان ماتش الحقيقه قوي، ما كانش ماتش سهل. ويعني النادي الاهلي خلصه بالرغم ان فرقه طبعا هيلبس فرقه محترمه، ولكن النادي الاهلي خلص المباراه باريحيه 3-0، والنتائج كمان كانت نتيجه مرتاحه، يعني نتائج 25-12 25-8 25-17. الحقيقه كانت مباراه الحقيقه جيده جدا. طيب فرقتنا في المركز بالفوز السادس ده على التوالي، الفوز ده هو الفوز السادس. طبعا دي صور من ارض المباراه او من الملعب، ملعب المباراه ده الفوز السادس. الظهور الاتحاد الاسكندري 6 اكتوبر اصحاب الجهاد وادي دجله هليوبلس معانا 18 نقطه 6 في 3 ب 18. طيب بالنسبه لمباراه الزمالك هتبقى يوم الاثنين اللي جاي، المباراه المؤجله اللي كانت يوم جمعه وتاجلت وبعد كده بقت يوم الاثنين القادم، وحتى الان المباراه هتتلعب في الصاله اللي انتم شايفينها دي، صاله الشهداء في مقر النادي الاهلي بالجزيره، وده الملعب اللي بيتمرن عليه فريق النادي الاهلي. حتى الان بتاكيدات كابتن حمدي الصافي اللي احنا تواصلنا معاه قبل الحلقه اكد لنا ان المباراه حتى الان هتتلعب في هذا الملعب، ولكن السنه اللي فاتت حصل نفس الكلام وتم انقلاب في صاله الامير عبد الله الفيصل عشان ظروف البث، لان احنا الحقيقه ما بنقدرش ننقل من، مش من قناه الاهلي، اي ميديا او اي اعلام ما بنقدرش ننقل من الصاله زي ما حضراتكم شايفين الصاله. معلش يا جماعه عيدوا الصور تاني، زي ما حضراتكم شايفين الصاله، الصاله بدون مدرجات، والمدرجات في ناحيه واحده اهي، شايفين اللعيبه قاعدين فين، ما فيش في ظهرهم مدرجات، الناحيه الثانيه ايضا ما فيش مدرجات اهي، شايفين الصاله عامله ازاي. فالكاميرات ما ينفعش تبقى في نفس الليفل اللي عليه اللاعبات او اللعيبه، ما ينفعش تكنيكال، ما ينفعش المباراه تنقل. فلو اتلعبت على هذا الملعب هيبقى صعب نقلها على الهواء مباشره، لو اتنقلت في الامير عبد الله الفيصل ان شاء الله ننقلها لحضراتكم. فطبعا يعني حتى الان لا، احنا يعني المباراه في هذا زي ما انتم شايفين اهو، شايفين حتى الناحيه اللي قصادنا برده ما فيش مدرجات، شايفين يعني اللي بيصور واقف على الارض، الناحيه اللي قصاد اللاعبات واقف على الارض اهو، مش واقف في مدرجات، مش 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 مكان عالي، فما بيبقاش حتى لو حطينا ابراج، الابراج بتبقى مالهاش مكان، لان بيبقى في تدريبات، لان في ملاعب باسكت ملتصقه مع هذا الملعب. اللي راح صاله الشهداء عارف انا بتكلم عن ايه. طيب هنروح للجمباز، كنا الحقيقه من حلقتين لو تفتكروا كنا بنتكلم على الجمباز في النادي الاهلي، كان عندنا فريق 7 سنوات وخدوا 39 ميداليه ذهب، 7 سنوات و9 سنوات و5 سنوات في الجمباز عادي، يعني السن ده الجمباز بيبتدوا فيه 4 سنين. وعلى فكره بالمناسبه انا عايز اتكلم عن الجمباز في حاجه، الجمباز من الالعاب العنيفه جدا واصاباتها كوارث، بعد الشر يا رب على كل الولاد وكل البنات، اصابات الجمباز اصابات عنيفه جدا، يعني لو قلت لكم يعني بعض الاصابات لبعض اللاعبين، يعني عمر العربي كان معانا الحلقه اللي فاتت وقال لنا على الاصابات، ويعني جسمك اشعر وانت بتسمع الاصابات لان هي عنيفه، يعني اسكرولات في الهواء وترنات وهبد على الارض واجهزه، فلعبه عنيفه. فالجمباز مش لعبه، الناس بتقول لك الجمباز دي لعبه راقيه، لا مش لعبه راقيه خالص، لعبه عنيفه جدا 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 والعاب خطره، وبتقعد سنين عشان تتقن حركه. فاحنا عندنا فريق 9 سنوات كان بيلعب بطوله الجمهوريه وبسم الله ما شاء الله 20 ميداليه ذهب، فريق 7 سنوات كان 39 ميداليه لو تفتكروا، فما شاء الله الجمباز عامل شغل كويس. عندنا صالتين، صاله في مقر النادي الاهلي بالجزيره وعندنا صاله ثانيه في الشيخ زايد، فعندنا بنيه تحتيه جيده وعندنا طبعا عدد وقاعده كبيره جدا من اللاعبين واللاعبات، وعندنا 2 خبراء الحقيقه اوكرانيين تعاقد معاهم النادي الاهلي هذا الموسم عشان يطوروا اللعبه بالتنسيق مع الدكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز. الحقيقه انا عايز اقول لكم انه الجمباز بيعيش ازهى عصوره دلوقتي، وده ياتي في سلسله دعم مجلس الاداره، مجلس اداره بقياده الكابتن محمود الخطيب، معالي الوزير العامري فاروق نائب الرئيس، كابتن مرتجي طبعا اللي بنتمنى له الشفاء العاجل، مجلس اداره بالكامل اللي بيضم عدد كبير منهم من الالعاب الاخرى، طبعا كابتن مي، دكتور مهند مجدي، عدد كبير، انا يعني مش عايز انسى حد، ولكن كلهم مهتمين بالالعاب. فالنهارده الجمباز لما تلاقي الاهتمام ده تعرف الجمباز، تعرف ان الاهتمام بالشكل ده، تنس الطاوله، التنس الارضي وهكذا. فالنهارده انت عندك 2 خبراء في الجمباز للسيدات والرجال بيطوروا، والحقيقه انا كل ما اروح النادي الاقيهم قاعدين في صاله الجمباز وخارجين ورايحين وجايين، بشوفهم بانتظام جوه النادي الاهلي. فاتمنى طبعا التوفيق، زي ما الووتر بولو كمان جايبين صربي، خبير صربي بيطور الووتر بولو، وهي احد اكبر المدارس في كره الماء او الووتر بولو. فاذا النادي الاهلي هنا بيوفر كل شيء في الوقت اللي الالعاب دي ما بتجيبش انكم، ما بتجيبش دخل، ولكن النادي الاهلي ده واجبه انه بيرعى هذه الالعاب عشان يقدم لمنتخبات مصر كوادر في كل شيء، مش اللعيبه بس،
مدربين ولاعيبه واداريين وكل شيء. وهي دي رساله النادي الاهلي المجتمعيه، انه الحفاظ على 13 لعبه، 13 لعبه من الالعاب الاخرى. وزي ما شفتوا مع حلقاتنا، كل اللي بيجوا ضيوف في العاب اخرى مش موجوده جوه النادي الاهلي بيحتضن هذه الالعاب، كرفع الاثقال والرمايه وغيره وغيره. وشفنا رؤساء الاتحادات كل، وحتى الخماسي طبعا بيكونوا سعداء لو النادي الاهلي قال انه هيرعى هذه اللعبه. ولكن يعني طبعا هي بيبقى الموضوع محتاج بنيه تحتيه ومحتاج امور استعدادات ما بتبقاش من السهوله بمكان ابدا ان انت تجهزها في وقت قريب. هنروح للسكواش. السكواش طبعا لعبتنا او لعبه منتخب مصر او لعبه السكواش في صفه عامه من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب، بحثا عن النقاط. كل الفرق دي او كل اللعيبه، مش فرق، اللعيبه بتروح كل البطولات اللي تقدر تروح عشان تجمع النقاط. عندنا ثلاثي اهلاوي بيشارك في بطوله هونج كونج السكواش في اقصى الشرق، الفار ايست، في اقصى الشرق. يعني كانوا من يومين في الدوحه، القاهره، هونج كونج. مين عندنا الثلاثه اللي بيشاركوا؟ مصطفى عسل نجمنا الكبير طبعا التايجر الاهلاوي، وعندك يوسف سليمان ويثرب عادل الثلاثه. وطبعا كان في سنة ابراهيم كمان مشاركه في هذه البطوله، يمكن نقول رباعي، ولكن ثلاثي اللي تاهلوا للدور الثاني هم رباعي طبعا، وعندنا كمان نادين شاهين. لا، خمسه شاركوا. اللي تاهلوا من الخمسه ثلاثه، تاني نقولهم تاني، مصطفى عسل، يوسف سليمان، يثرب عادل، دول تاهلوا للدور الثاني. ولكن نادين شاهين قابلت بطل العالم نور الشربيني في البدري، خسرت منها كمان بشرف 3-2، فاصطدمت بطل العالم، خرجت من قبل من الدور الاول. سنة ابراهيم خسرت من زميلتها روان العربي في المنتخب بنتيجه 3-1، ما تاهلتش للدور الثاني. ولكن طيب مصطفى عسل عمل ايه؟ مصطفى عسل كسب المكسيكي ليونيل بنتيجه 3-0. ولو رحنا ليوسف سليمان فنلاقيه كسب البرتغالي روي بنتيجه 3-1. لو رحنا للسيدات هنلاقي يثرب عادل صعدت للدور الثاني بعد فوزها على زميلتها سلمى هاني بنتيجه 3-1. دول اللي تاهلوا، ونتائج برضو اللي خرجوا. خماسي اهلاوي طبعا بيشارك في بطوله هونج كونج. حاجه طبعا انا عايز اقول لكم، هونج كونج دي يعني انت عشان تروحها ممكن تركب ثلاث رحلات. يعني ممكن تنزل دبي، الصين، الصين، هونج كونج، او مثلا من هنا للصين، للصين، هونج كونج. انت عندك يعني، او من هنا لدبي، يعني وات ايفر، انت ممكن تركب لك تقعد على سفر 24 ساعه. يعني سافرت هونج كونج زمان سفريه يعني محترمه، توصل يعني مدغدغ من الطياره. طيب هنروح لخبر بقى كده، اخبارنا جوه النادي الاهلي خلصت، هنروح لخبر محلي. ودايما نحب نجيب لكم كده ليه الكريزه، او زي ما بيقولوا الزهره بتاعت نتائج المنتخبات والاتحادات، الحقيقه اللي بتبقى حاجه بتبقى يعني مشرفه. عندنا ملاكم اسمه عمر خالد بيلعب في وزن 92 كيلو جرام. طبعا حضراتكم اول مره تسمعوا الاسم ده، واول مره تعرفوا ان احنا عندنا بطل اسمه عمر خالد في الملاكمه. وده دورنا كبرنامج الابطال، ان احنا نقدم لحضراتكم ابطال مصر وابطال العالم. طب عمر خالد عمل ايه؟ فاز ببرونزيه بطوله العالم لشباب الملاكمه اهو، وبفضل الله الحمد لله. يعني طبعا احنا دايما بندور. طيب عمر بيلعب فين؟ بيلعب في نادي الترسانه، وزي ما قلت لحضراتكم بيلعب في وزن تحت 92 كيلو جرام، واتلعبت البطوله في اسبانيا من 14-26 نوفمبر، ودي صوره من البطوله. طيب عمل ايه عمر خالد؟ بدا مشواره في البطوله بالفوز على بطل كوريا الجنوبيه، وبعدين فاز على لاعب اوزبكستان 4-1، وبعد كده خسر قبل النهائي قدام بطل العالم ولاعب منتخب كوبا. طيب منتخبنا شارك في البطوله دي ببعثه مكونه من مين؟ عبد الله سعيد في وزن 54 كيلو جرام، واحمد محمد هيكل في 63.5 كيلو جرام، ومحمد حسام في وزن 88 كيلو جرام، وتميم محمد نعيم في وزن 86 كيلو جرام، وعمر خالد بطلنا صاحب البرونزيه في وزن 92 كيلو جرام، ومعهم كابتن شريف هزاع كمدير فني، والعميد احمد فاروق نائب رئيس الاتحاد كرئيس بعثه. الف مبروك عمر. عمر هنا النهارده بنتكلم على شباب، يعني احنا بنتكلم كمان سنتين ان شاء الله في باريس 24 هيكون بيشارك مع الرجال، ولكن ممكن ما بقاش مطلوب منه نتيجه. نتكلم في لوس انجلوس او امريكا، صح انا بتكلم لوس انجلوس مظبوط، في 2028. عايز اقول لكم انه هو ده الشغل. لازم الملاكمه المصريه كان ليها تاريخ كبير جدا في الحركه الاولمبيه المصريه وتاريخ مصر الاولمبي، لازم الملاكمه ترجع تاني، لازم الملاكمه ترجع تاني. يعني ثلاث ميداليات تاريخيه في الاولمبياد، ولازم ترجع الملاكمه تحت يعني مكانها الطبيعي. احنا كنا دايما والله يا، واحنا رايحين حتى العاب افريقيه، لما كنا نروح انا اسافر مع منتخب مصر العاب افريقيه او اروح العاب عربيه، لعيبه الملاكمه دي احنا ضامنين ميدالياتهم. لازم مصر ترجع. انا بحيي عمر، اتمنى كل اللعيبه هنا تكون بتفكر وبتشتغل على نفسها انها توصل، والاتحاد يديهم الرعايه والغذاء. الملاكمه مش بس رعايه وغذاء واحتكاك. الف مليون مبروك يا عمر،
نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وكل زمايلك في الملاكمه، وترجعوا بالملاكمه لسابق عصرها في الحركه الاولمبيه المصريه. هنروح لخبر تاني، وخبر ايضا سعيد، يعني دايما بجيب لكم الاخبار اللي الناس مش واخده بالها منه. وخبر النهارده الاخير ده معانا عن الرمايه. الرماية المصرية بتشهد طبعا أزهى عصورها، ومشاركات أولمبية وبطولات عالم وتأهل لباريس 2024، يعني محلبة لاعبنا الكبير ونجمنا ونجم منتخب مصر. امبارح انطلقت كأس بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للرماية في مصر بمشاركة 49 دولة. احنا بنتكلم في 49 دولة. طيب بتتلعب فين هذه البطولة؟ في ميدان الرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والحقيقة اللي متأسس تأسيس جيد جدا، ودي مش أول بطولة يستضيفها هذا الميدان الحقيقة اللي بيتنافس كل أبطال العالم عليه. خليني كده أقول لحضراتكم مين هم 49 دولة. منهم مشاركين 140 رامي ورامية من هذه الدول. مين هم بسرعة كده؟ النمسا، كرواتيا، تشيك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الكويت، سلوفاكيا، تركيا، أمريكا، الأرجنتين، الدنمارك، إيطاليا، قطر، أستراليا، فنلندا، ألمانيا، البرتغال، بورتوريكو، تشيلي، أوبروس، أوكرانيا، المجر، الهند، كازاخستان، صربيا، كوريا، النرويج، بولندا، رومانيا، أذربيجان، الصين، لاتفيا، بلغاريا، اليونان، سويسرا، سلوفينيا، إيران، تايلاند، باكستان، اليابان، سنغافورة، البرازيل، السويد، الإمارات، سان مارينو، بيرو، بالإضافة لمصر. هو مين اللي ما جاش؟ لا بجد يا جماعة، طب حد يرد عليا، هو في دولة ما جاتش؟ ده من الشرق للغرب، لآسيا، لأفريقيا، لأوروبا. طب الدول دي جاية ليه؟ جاية لأنها واثقة إن البطولة هتكون فنيا عالية، تنظيميا أيضا عالية. وأكد اللواء حازم حسني اللي كان ضيفنا من حلقتين ثلاثة هنا واتكلمنا معاه، وهو كان يعني بشرنا باستضافة هذه البطولة، قال طبعا انه بالمناسبة اللواء حازم حسني هو رئيس الاتحادين المصري والافريقي الاثنين للرماية، ان الاتحاد خلص الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالبطولة، وده بالتعاون مع اجهزة الدولة واللي بيجي على رأسها وزارة الشباب والرياضة طبعا، ممثلة عن الدولة المصرية، والجهات الامنية ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاولمبية. وكمان قال ان الاتحاد سخر كل امكانياته طبعا لهذه البطولة. نتمنى كل التوفيق طبعا الرماة بتوعنا يظهروا بمظهر جيد، لان انا متاكد ان الناحيه الاداريه هتنجح. البطوله انطلقت امبارح يوم 29 نوفمبر، هتخلص يوم 29 نوفمبر، هتخلص يوم 4 ديسمبر. كل التوفيق للرماة بتوعنا وكل التوفيق للاتحاد عشان تخرج شكل اداري كويس وشكل ايضا فني، وترجع كل اللعيبه دي لبلادهم تتكلم عن مصر وقد ايه طبعا من الحفاوه والكرم وحسن التنظيم. كده تكون اخبارنا خلاص. هنطلع على فاصل عشان نستقبل بعد الفاصل نجوم المرتبط. طبعا الفريق كله نجوم، ولكن احنا كان نفسنا كلهم يكونوا معانا، ولكن احنا جبنا مجموعه منهم هيكونوا معانا، هنتكلم عن امالهم وطموحاتهم، عن انجازهم الكبير ومساعدتهم للفريق الاول، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما وعدناكم طبعا ان احنا نجيب المرتبط، هي بطوله يعني الكبار وصغيرين، ولكن المرتبط هو كان نجم الشباك الحقيقه اللي ادى الفرصه للفريق الاول ان يعني يستعيد الفرصه تاني، ودي ثالث سنه يحصل نفس الكلام، فطبعا لازم يكونوا معانا. في البدايه برحب باحد نجوم الفريق والحقيقه اللي كان له دور كبير جدا في هذا الانجاز، عمر موفق. اهلا بك يا عمر. ازي حضرتك؟ منور قناه النادي الاهلي. قول لي يا عمر، هبتدي معاك طبعا، يعني انا مش غريب عنكم، انا عارفكم انتوا كلكم ولادي وعارفكم. يعني انت السنه دي كانت سنه مرتبط، وانت 2007 يعني السن الكبير، يعني انت كنت السنه اللي فاتت مع 2006 كان يمكن السن الاصغر. فانت دخلت بقيت انت الكبير وانت اللي هتشيل. الموضوع ده ما خوفكش ولا كنت مستني الفرصه دي يا عمر؟ انا كنت مستنيها يعني عايز تلعب وعايز تأدي وكنت مبسوط قوي ان انت هتبقى خلاص اللعيب الكبير وده سنك. عشان كنت مستني. طب خلينا اتكلم في البدايه، لما كابتن اسلام قعد معاكم اول الموسم خالص، فاكره؟ فاكر القعده دي؟ فاكر اتقال فيها ايه؟ كان بيقول ان هو مش مهم الباسكت، اهم الاخلاق، وان هو عايز ياخد 3 بطولات معانا. ممتاز. وادانا ثقه. يعني كابتن اسلام في الاول قال لكم انا يعني، طب قال لكم على الدفاع، كان بيتكلم على الدفاع بشكل ازاي؟ يعني هو بالنسبه لكابتن اسلام هو الدفاع بالنسبه له الاكثر كدفنس، يعني كدفنس. الدفنس الاهم من الاوفنس. طيب قول لي، يمكن يعني السنه دي كان فيها ماتشات برضو كام جامده، يعني لعبتوا ماتشات قويه تدريجيه شويه، كان في ماتشات وبعد كده بقى في ماتشات جامده. من وجهه نظرك انت كده كراجل، انت كو كابتن صح؟ طيب من وجهه نظرك كان اصعب ماتش ايه؟ كان سموحه والاتحاد اصعب ماتشين. سموحه كان احنا لعبناهم ماتشين، لعبنا ماتش هنا وماتش هناك. اني اصعب، اللي كان هنا ولا اللي كان هناك اكتر؟ انت بتقول الماتشين كانوا صعبين. اللي كان هناك. كان هناك. طب ليه شايفه صعب؟
كان في ملعبهم وحضرتك عارف ان ماتشات سموحه بتكون الماتشات اللي في اسكندريه عموما بتكون صعبه. صحيح صحيح. وسموحه سموحه فيها لعيبه كويسه كمان صح؟ طب قول لي انتوا في جيلكم لما كنتوا انتوا تحت 14 مع سموحه بقى يعني دلوقتي السنه اللي فاتت الجيل ده كان افضل منكم شويه صح؟ فدي كانت عامله لكم ايه في الحاجه؟ خسرتوا منهم. طب ده كان عامل لكم حاجه شويه ولا مش فارق بقى خلاص نسينا الكلام ده؟ لا احنا كنا مستنيين الفرصه عشان نبين نفسنا نعرفهم اللي احنا احسن. طب انت فاكر الماتش اللي كان هنا مش ازاي؟ كان ماشي ازاي؟ كنا اول لما نزلنا كنا كسبين فرق جامد لحد الشوط الثالث، بعد كده نزلنا سنه، وبعد كده لحد الاخر كنا كسبين ما عدناش ولا مره. يعني حصل دروب في النص بس انتوا بعد كده في الاخر كسبنا 15 اظن. صحيح كان وصل خلص، لا خلص 12 جون تقريبا. ده كنت بتفرج. مش فارق كتير، بس انت فاكر الماتش ده كويس كان في ملعب طلائع الجيش. ايوه صحيح. وبعد كده رحت سموحه هناك. طيب خلاص احنا تجاوزنا سموحه رحنا على الاتحاد. كنت شايف الماتش صعب؟ كان بالنسبه لنا ماتش صعب وكان في ناس برضه متوتره عشان الالترس والجمهور كان جاي. كنت حاسس ممكن يبقى في ضغط شويه. طب بعد الماتش الاول انت كسبته مريح جدا، وجت المباراه الثانيه للرجال خسروا. ثاني يوم او ثاني ماتش انتوا الاول فلازم تكسبوا، قلتوا لبعضكم ايه؟ كنا كل واحد بيشجع الثاني عايزين، وكل الكباتن كابتن اسلام كان اكتر واحد بيشجعنا، وكابتن مودي وكابتن ابراهيم كابتن كريم وكابتن ابراهيم جمال تمام وكابتن كريم ضيف، كانوا كلهم بيفضلوا يعني يحمسونا لحد الماتش ما يجي، ويقولوا لنا ان اللي احنا ماتشنا اهم من ماتش الكبار. صحيح 50%. صح. طب ده ما يعني ما عملكوش ضغط ولا اداكوا حماس يا ام عمر؟ لا ادالنا حماس يعني اداكوا حماس. طب قولي والجمهور موجود وكان موجود الجمهور بكثافه حتى في ماتشكم، كان بيديكوا حماس؟ اول ماتش كنا متوترين سنه، بس تاني ماتش هو اللي احنا كنا ادالنا حماس جامد. وما قلقتش في ماتش الاتحاد التاني كان ماتش ماشي ايه كل ماتش كنت قلقانين؟ انت قلقت شويه؟ انا ما قلقتش خالص. كنت حاسس كل الفرق يعتبر ما قلقتش اصلا فعلا. طب انت بتتكلم عن الفرقه كلها انت متاكد ولا في حد ايه؟ لا ما احنا كنا مع بعض بقى في الهاف تايم. طب لما كسبته خلينا نتكلم على اللحظات الحلوه يا عمر، انا عارف طبعا ان انت متوتر شويه معانا بس واحده واحده هنتكلم. انت لما كسبنا انتوا كسبتوا قعدتوا في المدرجات اتفرجتوا على الكبار والكبار كسبوا وانتوا رحنا نازلين جري على الملعب، فاكر اللحظه دي؟ ايوه. يعني كان يعني احساسك كان ايه ساعتها؟ وصف لي احساسك. يعني عملناها يعني عملناها بقالنا كتير ما خدناش بطوله، وكنا مستنيين ناخد البطوله دي بالذات عشان بيقول دي البطوله الوحيده اللي اكتر بطوله بنبان فيها نفسنا طبعا وكده طبعا، وكمان بطوله مع الكبار فبنستفيد منهم. صحيح. وخلي بالك انت المرتبط اللي جاي انت ده المرتبط بتاعك، انت في 18 مش هبقى معاك مرتبط. لا هيكون معاك هيكون بس هتبقى انت الصغير، انا قصدي انت الكبير. هتبقى في مرتبط تاني السنه الجايه 18 انت هتلعبه، ولكن المرتبط اللي جاي هتبقى انت الصغير بس هتشارك خلاص. انتوا ما شاء الله ما في صغير ولا كبير دلوقتي، انتوا 2006 2007 زي بعض. طب خلينا اتكلم عن السنه اللي فاتت واللي قبلها. يمكن انت موفق كنت ممكن لسه صغير ما كانش عندك الباور اللي موجود لسه صغير يعني ما كنتش نضقت يعني ما جالكش ما بقتش شاب يعني تقدر تلعب بقوه، فما خدتش خبرات شويه يمكن في الملعب بشكل كبير. الموضوع ده اداك دافع اكتر ان انت عايز السنه دي عايز السنه دي ابين نفسي ولا انا ابين برضو المدربين او اي حد؟ طبعا يعني انت تشتغل وتبين شغل المدربين معاك يعني. طب قول لي انت مين ماسك الاعلى عمر؟ نعم مين ماسك الاعلى؟ مين مثلك الاعلى؟ في الاهلي ولا بره؟ الاثنين، قول لي الاثنين هنا وفي الاهلي. في الاهلي وبره. هنا عمرو الجندي وبره ستيفن كيري. انت عشان شكله يعني؟ انت شكل ستيفن كيري على فكره. طيب قول لي يعني طب عمرو الجندي ليه؟ بحب لعبه على طول، بيكون موجود في الاوقات الصعبه من قبل ما يجي الاهلي عموما، هو كان اكتر واحد بيكون في الاوقات الصعبه بيدي له الكوره هو اللي يلعب. صح. طب وعشان بيلعب في نفس مركزك برضه ولا ايه؟ 3 و4 ولا يعني انت نشنت على اللي بيلعب نفسي يعني انت جايه؟ لا ده انت جاي بس كيري مش مركزك خالص يا عمر، كيري بوينت جارد بس انت عشان شكلك. شكلي هو شكلي يبقى خلاص انا ده مثلي الاعلى، حتى لو بيلعب لعبه ثانيه كلهم بينادوني باسمه. طبعا هو بينادوك كده، وحتى انت نفس الشكل بنفس بس هو يمكن مركزه ثاني مختلف. طب خلينا نقول ان انت دلوقتي اللي بيلعبوا كده وانت شايفهم، طب بابا كان لعيب باسكت. بابا كان لعيب باسكت، كابتن موفق طبعا، ولعب فترات طويله يعني قعد لفتره طويله لعب، ولعب في على ما في جاسكو ولعب في اكتر من فريق يعني. طب نصايح باباك ليك ايه دايما لما بيكون الاب لعيب؟ ما تخافش
ما توترش عشان لو توترت مش هعرف العب. وعلى طول بيفضل يشجعني وقبل الماتشات بيكلمني يشجعني برضو. طب انت السنه دي نفذت نصيحته ما توترتش؟ وانا شايف كده صح، انت بتتوتر من السنه دي. طب ده ليه؟ هل ده نتيجه ان انت اشتغلت على نفسك، اتكلمت مع نفسك ان ما توترش انزل الملعب؟ اصل يعني غير اللي انا كان بان بلال مصاب وان شاء الله يرجعه بسلامه، انا كابتن الفرقه، فصعب قوي ان يكون كابتن الفرقه هو اللي بيكون متوتر قبل الماتش. برافو عليك. ويبان ان اللي انا المتوتر، وكان انا السن الكبير عموما، فما ينفعش السن الكبير هو اللي يتوتر. صح، برافو عليك. ويعني معي مش برافو عليك، انت عندك مسؤوليه على فكره، يعني احساسك بالمسؤوليه عالي ما شاء الله، ربنا يحفظك. شكرا. يعني يمكن اول مره نتكلم كده، بس يعني انا بتفرج عليك في الماتشات على طول، بس ما اتكلمتش معاك، انتوا كلكم ولادي يعني. بس خلينا نقول انه انت بتقول انا السن الاكبر وانا لازم اكون متماسك ولازم انا اللي ابقى شايل الفرقه. طيب وانت بتقول الحمد لله نجحت، وانا بقول لك انت نجحت صراحه في الموضوع. طيب احنا داخلين على بطولتين، عندنا بطوله القاهره ان شاء الله يوم السبت، وعندنا بعد كده بطوله الجمهوريه، والبطولتين هيبقوا اصعب من المرتبط، لانه انت خلاص هتلاعب المرتبط، يمكن في فرق انت ما لعبتهاش قويه، يعني ممكن الجزيره ما شفناهاش، ممكن مين تاني، سموحه قابلناها في الادوار التمهيديه ما كانش على بطوله يعني، وكان مع الفريق الكبير، فالبطولتين هيبقوا جامدين. في الشمس كمان ما لعبناهمش. شايف ان احنا قادرين ان شاء الله بالمجموعه اللي موجوده دي ناخد القاهره وال... ان شاء الله. شايف كده يعني هو سموحه كان اصعب اظن اصعب فرقه، واحنا كسبناهم فرق 20 يعني، او كنا كسبانهم يعتبر طول الماتش 20، والماتش اللي بس الثاني ما كناش متفقين قوي. يعني اظن ان احنا يعني قادرين. طب وهنا في القاهره شايف الشمس، يعني يمكن المنافسه بقى الشمس والجزيره، شايفهم ايه؟ يعني من اللي احنا شفنا ماتشاتهم واكيد اتفرجنا عليهم وكده، احنا بالنسبه لنا اللي احنا احسن منهم، شايف انه متفوقين عنهم. طبعا انت يعني انت قلت كلمه حلوه بلال، طبعا اتصاب ربنا يشفيه كابتن الفريق وربنا يشفيه ويرجع بسرعه، لانه اتصاب في ماتش سبورتنج انا ما اتذكر يعني. اتصاب في ماتش سبورتنج، ان شاء الله يرجع بالسلامه ويكون مع الفرقه بشكل جيد. طيب قول لي يا عمر، انتوا رحتوا المنتخب صح؟ يعني كان ليكوا تجمع مع المنتخب. بداتوا امتى تمارين؟ امبارح والنهارده وفي بكره. في بكره كابتن عمرو بخير مدير الفني صحيح، وكان ومساعد كابتن احمد الجرحي. نفسك تلعب على المنتخب؟ اكيد. نفسك تلعب افريقيا؟ قدها؟ ان شاء الله. هناك بيجروا جامد. هناك بينطوا. الموضوع عايز يعني بننط احنا كمان. بالظبط، بننط احنا كمان في، بس احنا عندنا اطوال بيتهيألي. يعني الجيل بتاعنا ده او جيلكم في اطوال. زي مين مثلا عمر؟ احمد ربيع. احمد ربيع ما شاء الله في معدي 2 متر 5. وعمر عصام. عمر عصام. وفي واحد من الزمالك ناسي اسمه. لا وعلي عصران كمان. انت وعلي عصران. علي معاد بره. لا لا. ازاي ده هيخش عليك دلوقتي. علي عصران كمان من الطوال، وفي واحد من الزمالك طويل شفناه. ايوه. وفي حد كمان في الاتحاد بيتهيألي كمان طويل. يعني الجيل ده فيه طوال. فيه طوال كتير. فيه طوال، وانت كمان تعتبر طوال، انت بتاعت 3 4 ما شاء الله، يعني انت 3 طويله واربعه كمان تعتبر مش قصيره. فالجيل ده فيه طوال. طب قول لي انت نفسك ايه؟ نفسك في ايه؟ ايه احلامك؟ ايه بتقعد مع نفسك كده؟ نفسك في ايه؟ منتخب. منتخب ده اللي جاي ده ولا المنتخب الكبير؟ كله يعني. كله. طب خلينا نتيجة من نفسك منتخب ايه كمان؟ العب مع الفيرست وطبيعي العب مع الام بي. انت عايز تلعب مع الدرجه الاولى. طب مستر اجوستي قال لك حاجه؟ مستر طب مستر داني بيفضل يكلمنا إيه؟ كتير وبيفضل يصلح لنا اخطائنا. هو كابتن اسلام. بيفضل يصلح لنا اخطائنا، وساعات كان بيمرني انا برايفت في الاهلي، كان بيمرني على حبه حاجات اللي انا مش كويس فيها قوي. واظن ده من الناس اللي ساعدونا جدا اللي احنا نكون كويسين. اكيد. طب هو كان نصايحه ليك ايه؟ يعني مستر داني لما كان ياخدك على جنب يقول لك، اكيد كان بيديك نصيحه، كل لعيب نصيحته غير التاني. تفتكر كان بيقول لك ايه؟ كان بيقول لنا ان يعني وكان بيقول لي ان انا لازم اكون يعني قد هو كابتن اسلام مديني ثقه كويسه، فلازم انا اكون قد الثقه دي وما اخافش وكده. يعني كان دايما بيقول لك ان انت يعني بيشتغل على الناحيه النفسيه شويه، ده غير الفني طبعا. المنتاليتي اكتر كمان. يعني غير الناحيه طبعا الفنيه والكلام ده كله. طيب انت قلت لي طموحاتي ان انا العب في المنتخب واطلع الدرجه الاولى واطلع الام بي اي، صح كده؟ طب ممكن انت يعني ممكن تطلع جامعه. صح؟ يعني ممكن تبقى بوابتك للام بي اي الجامعه. ده وارد عندك؟ بابا هيوافق؟ طب ماما. ما خلي بالك، ما هو يعني الامهات دايما بيكونوا حته ان الابن يبعد. اظن برضه عشان سلمى اصلا كانت سلمى موفى اختي كانت سافرت امريكا، كانت لعبت سنه هناك، فهم اظن يعني. طب ورجعت ليه سلمى؟ كانت رجعت عشان كانت دي السنه اللي قبل الكورونا على طول،
فشكروا. يعني هي سافرت اوريدي سلمى؟ اه. انا اول مره في المعلومه دي. فهي خلاص يعني مامتك عادي بتهيألي مش هتبقى يعني هتبقى مش هتقف قدام فرصتك دي. اه. طيب وانت عارف ان هو المنتخب مهم جدا انه بطوله افريقيا اللي جايه مؤهله لكاس عالم. اه مؤهله لكاس عالم. انت عارف هي هتبقى فين ولا لسه؟ ما اعرفش اي حاجه. ما اعرفش اي حاجه. انا قالوا لي تعالى. انا قالوا لي تعالى نروح. طب قول لي خلينا نتكلم عن زمايلك في الفرقه، مين اقرب واحد ليك؟ كلهم قريبين ليا لكن بيقعد معاك في الاوضه، اكتر واحد قاعد معاك في الاوضه. علي حامد واحمد فادي. علي انت بوينجردات، انت مكار انت مكار انت تقعد مع البوينجردات عشان يبصوا لك صح؟ لا بهزر طبعا، بس هم اقرب، هم اقرب لي. احمد فادي وعلي حامد والاثنين عملوا بصراحه ماتشات كويسه جدا، الاثنين بامانه عملوا ماتشات كويسه جدا جدا. طيب لو رحت المنتخب في حد من الانديه الثانيه قريب لك؟ الانديه الثانيه لا لسه ما فيش حد، لسه مش داخلين مع بعض قوي. ها طب عامل ايه في المذاكره؟ لا معلش يعني كويس، بحاول اوازن ما بين الاثنين، واكيد ما بتفضل تقول لي اذاكر ذاكر ذاكر، هي الام دايما اللي ذاكر ذاكر. بس خليني اقول لك ان هو ايه، يعني الرياضي بيبقى مطالب منه مجهود اكتر. اه عشان المذاكره واواظب كمان مع الرياضه. انت نظام بريتش صح؟ مش بريتش. اه بريتش محتاج كمان مجهود كبير، بس ممكن تذاكر في البيت. اه يعني البريتش في ميزه ان انت ممكن تذاكره في البيت. وفي السفر بذاكر كتير مع اصحابي. يا عمر يا عمر مش عشان قاعدين على الهوا. لا والله بذاكر مع عبد الله. يا عمر مش عشان ماما تتفرج عليك هتقول لا ده انا بذاكر، انت بتروح هناك ما بتذاكرش يا عمر. لا بتذاكر. ها برافو عليك، ولازم كده لازم كده، لانه طبعا انت ما عندكش وقت. ما بتزعلش لما يبقى عندك تمرين واصحابك خارجين وانت ما بتخرجش؟ لا ما بعمل كده عشان في المستقبل اكون يجي لي حاجه كويسه، لكون مجتهد نصيب. برافو عليك. يعني انت بتقول ان انا يعني طب لو خارجين خروجه حلوه سينما ما بتضعفش يا عمر؟ ما بتضعفش خالص. لا ممكن اكون بتضايق يعني، بس يعني عارف ان انا لازم اضحي. اه وعندك استعداد تضحي اكتر من كده؟ اه بس توصل لهدفك. برافو عليك. طب انت يعني عمر، يعني بصراحه انت السنه دي يعني ما شاء الله فاجئت الجميع، خلينا اكلمك بكل امانه، لانه انت كنت مثلا السنه اللي فاتت ما كنتش بتشارك بشكل كبير لان كان معاك 2006، والسنه اللي قبليها ما كنتش لسه نضقت بالشكل الجيد فما كنتش برضه بتشارك. كنت بشارك وكنت اتصبت. فالسنه اللي فاتت كان شعورك ايه؟ انا عايز اقف عند السنه اللي فاتت شويه، لان السنه اللي فاتت انت ما كنتش لعبت ماتشات. السنه اللي فاتت لعبت الماتشات الضعيفه اللي في الاول دي. طيب لعبت كتير ولا كنت بتنزل دقايق كتير ولا قليله؟ كنت بنزل شوت. كنت بتزعل ان انت ما بتلعبش ماتشات كبيره؟ بامانه اصل الحقيقه انا كنت عارف يعني اكيد انا يعني عارف ان انا مش هكون كويس قوي مع الكبار، عشان لسه دي كانت اول سنه وانا لسه ما ضنقتش فرق جسماني كبير. فكنت انا يعني داخل السنه اللي فاتت دي كنت عارف، كنت نازل عشان احتك مع الكبار. يعني ما كنتش بتزعل ما ترجعش البيت مخبط وبتعيط وكده؟ اصل وضع طبيعي ان انت بتبقى عايز تلعب يا ابني يعني. ايوه ايوه لكن يعني ده وضع طبيعي، بس ما احبطتش؟ لا. طب انت من الشخصيات اللي بتحبط يا عمر؟ اه اكيد احبط. يعني بتزعل في اوقات تزعل كده وباباك ومامتك يقعدوا يكلموك وخلاص بقى وفكك بتعمل كده؟ ها؟ ما تتكسفش ما تقول عادي. ايوه ايوه. انا عايز اقول لك ان كل اللعيبه كده عادي يعني، والسنه اللي فاتت دي كانت بيبقى اللعيب طالع منها انت يعني جعان باسكت. اه جعان باسكت. طيب خلينا نتكلم عن المباريات، مباراه الاتحاد الفاينل. في وقت الاتحاد طلع علينا صح؟ طلع 7 بونت. كانت في الشوط الرابع. اه صح في اول الرابع. ما قلقتش؟ لا. انت نزلت حطيت 3 بونت من الكورنر. اه خلي بالك. صح؟ ما كنتش قلقان. لا. طب ليه يعني تبقى في توتر؟ اصل احنا عارفين اللي احنا اجمد منهم، هنقلق ليه؟ ما هو طبيعي ان في الباسكت اللي احنا في فرق ان هو مره هو يكون اعلى سنه في البوينتس، بس احنا عارفين اللي احنا احسن، هخاف ليه؟ كان في ثقه. انت رحت مدي واحده من الكورنر كده 3 بونت من الاربعه دي، انا فاكر لان هي دي اللي قللت السكور بقى 3 بونت. اه يعني كان 7 شوت واحده وبعديها جبنا باسكت في الثاني، كان فادي جاب رميتين. فادي اه. احمد فادي جاب رميتين والدول. طب قول لي يعني مين اكتر لعيب، طبعا كلهم، بس مين اكتر لعيب بترتاح تلعب جنبه؟ يعني بتحس ان هو بتتفاهم، وعلى فكره مش عيب ومش غلط، يبقى يعني في لعيب انت بتتفاهم معاه، بتحس ان هو يعني في اي كونتاكت بينكم من بعض، مين اكتر واحد في الفرقه؟ علي حامد وعلي عصران. علي حامد وعلي عصران. علي انت واخد سكه علي. اي حد علي انا متفاهم معاه، بتحس معاهم بتفاهم. هو علي بصراحه عنده الاثنين. يعني علي علي لا علي حامد لا علي حامد بكلم علي عصران، يمكن انت بتلعب 4 ساعات جنبه صح؟ بيبقى هم عندهم يعني بيبقى بينكم من بعض تفاهم. انا وانا بينا تفاهم على طول. طيب قول لي اكتر حاجه انت شايف محتاج تطور نفسك فيها اكتر، خلينا نتكلم بقى على الجانب التاني.
بالنسبه لي قوي اكتر سنه الديفنس محتاج بس انت ما شاء الله بتدافع كويس، بس انت بتقول ان عايز اطور كمان. ايه تاني؟ ممكن ال 3 بوينت. مين تاني؟ بس انت شايف كده الديفنس كويس يعني. الحمد لله كويس يعني. محتاج تطور نفسك اكتر في حاجات، ما انت اكيد يعني ما يعني محتاج كل يوم تشتغل على نفسك. طب الناحيه البدنيه ايه الاخبار؟ شغال على نفسك فيها كويس؟ يعني بتمرن مع مدرب وشايف الدنيا وكل حاجه، دي مهمه جدا خلي بالك. عمر انا مبسوط بيك، شكرا، منورتيني وشرفتيني يا حبيبي، واتمنى لك كل التوفيق. انا سعيد بيكوا جدا جدا، انتوا ولاد كويسين وانتوا مستقبل السله مش بس في نادي الاهلي، في مصر كلها. بشكرك يا حبيبي، نورتيني وشرفتني. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع عمر موفق. هنطلع لفاصل عشان بقى منا اثنين بقى من نجوم المرتبط، علي عصران وعمر حاتم، بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين حوارنا مع طبعا ابطال المرتبط. الحقيقه اللي ادوا اداء جيد جدا وكانوا داعمين للفريق الاول بشكل كبير. في البدايه طبعا برحب بنجم الفريق وهداف الرميه الثلاثيه بالمناسبه عمر حاتم. اهلا بيك عمر، منورنا في قناه النادي الاهلي. وبرحب بعلي عصران، احسن لاعب في النهائيات في دوري المرتبط، والحقيقه ده الموسم الاول ليه مع النادي الاهلي قادما من نادي وادي دجله، والحقيقه فاق كل التوقعات. اهلا بيك علي، منورنا في قناه الاهلي. الحمد لله. هبتدي بيك بقى علي، انت طبعا دي اول سنه ليك في الاهلي. طب انت لما جيت الفرقه حسيت انت غريب، ولا يعني حسيت الاول برهبه شويه كده؟ لا ما يعني كانوا اصحابي برضه قبل لما اجي، كنا بنخرج مع بعض وننزل نلعب مع بعض. فعلا ولا. مين كنت بتخرج معاه؟ كان عمر وبلال وفادي وعلي حامد وناس كتير. فعلا. كنت بتخرجوا مع بعض كنا بننزل نلعب مع بعض في الاهلي برضه. برافو، يعني انت ما كنتش غريب عنهم؟ لا كنت عارفهم. طب انت جيت ازاي نادي الاهلي؟ يعني ايه اللي حصل؟ مين كلم بابا؟ مين كلمك؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو الاول خالص كابتن محمد اشرف تواصل معانا وقال لي عايز رقم بابايا وكده، وبعدين تواصلوا مع بعض، وبعدين الاهلي بعت فاكس للنادي وبعدين بقى خلاص. يعني اول واحد كلمك كان كابتن محمد اشرف توفيق؟ لان هو كان بيمرن الجيل بتاعكم. فشافك وشاف ان انت لعيب كويس وبتاع، بس انت كنت سافر بتلعب في به صح؟ كنت بلعب في بيه. عشان سنك؟ عشان 2007. يعني هم هناك فاصلين السنين عشان مش عايزين صداع، هم يعني حته الجامعة وبتاع، وده يلعب وده يلعبش، يقول لك لا افصل 2007 كله مع بعض، و2006 كانوا مع بعض. ايوه. طب انت جالك حاجه تانية غير الاهلي؟ جالي كتير بصراحه. قول ايه المشكله؟ مفيش مشكله. الزمالك كلموك مثلا؟ الزمالك. مين تاني؟ الجزيره كلموك. الجيش. اتصالات. الاهلي. طب حد بعت غير الاهلي يعني ما هو كلموك؟ الاتحاد والجزيره بعتوا فاكسات. مش عارف. طب مين اللي حسم بقى؟ يعني ايه رغبتك هي اللي سالوك انت عايز تروح فين؟ وانت اخترت الاهلي طبعا عشان انت ايه يعني صحابك اهلاوي. انت اهلاوي. حلو جدا. ايوه كده بقى، شفت بقى عمر، شفت الكلام. ايوه كده، بقول دي من الاول خالص، بتخش ولا انا بهزر معاك طبعا. الفكره اللي بقول لك عليها ان هو يعني قدومك من النادي الاهلي احنا فوجئنا بيك ما شاء الله. انت يعني حتى انا استغربت، اي لعيب بيجي بيبقى يعني عنده شويه رهبه، انت ما كانش عندك دي خالص. يعني ما شاء الله دخلت مع الفرقه واديت على طول، فدي وفرت علينا وقت كبير جدا. طب خلينا نتكلم عليه، انه جيت النادي الاهلي خلاص، ورقك خلص، بدات تمرن مع الفريق، بدانا ماتشات، حسيت ان احنا ممكن نعمل النتيجه دي، يعني كان عندك ثقه في فريقك؟ بصراحه يعني كنت شايفهم احسن فريق بصراحه. واثق في قدراتنا وكده. انت عارف في حاجه حلوه عجبتني برضو علي فيه، لما جم يقولوا احسن لاعب، انت 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 ما كنتش متوقع كاس، يعني انت مش بتلعب عشانه. لا خالص، كانت مفاجاه بالنسبه لي بصراحه. انت حتى هم قالوا لك روح، قلت لهم في ايه؟ هو في مين عايزني؟ لا ما كنت صح مش كده؟ انت قلت له يا ابني روح خد كاس ايه؟ كاس مين؟ كان عمال بيشاور لي وانا واقف. صح؟ مين؟ انتوا عايزيني في؟ انا واقف بقى. فروحت، حتى انت يمكن لما خدت الكاس انت ما كنتش تعرف ده ايه بتاع ايه لسه. صح. بصيت عليه اول لما بعد ما صورها، رحت على جنب كده بصيت عليه وانا واخد ايه. لا بس انت لعيب ما شاء الله عليك كويس، وباذن الله ليك مستقبل كويس قوي. ان شاء الله. اجي لك بقى عمر، انت ما شاء الله عليك السنه دي عملت موسم كويس جدا بامانه، يعني انت لعيب مجتهد وبتعمل اللي عليك، وما شاء الله ربنا كافئك باحسن 3 بونت. يعني خلينا نتكلم من بدايه السنه، انتوا قعدتوا مع كابتن اسلام واتكلم معاكم واداكوا تعليمات او اداكوا نصايح، ايه ابرز حاجه اتكلم معاكم فيها كابتن اسلام؟ هو في الاول قعد مثلا يقول لنا مثلا لازم تدافعوا، الديفنس اهم حاجه. ممتاز. بعديها دخل على برسنتج بتاعتنا بتاعت الشوط. بعديها بدا في الاوفنس.
بس بعديها بدأنا بقى واحدة واحدة ناخد حاجة في اوفنس وديفنس. نعم. طب قول لي يعني الماتشات السنة دي كان فيها ماتشات جامدة، يعني انتوا لعبتوا ماتشين، يمكن انا اتكلمت مع عمر موفق قبليكوا، هو قال لي ان الماتشين الجامدين كانوا سموحة والاتحادي، انت متفق مع عمر في الكلام ده؟ كان سموحة والاتحاد اقوى ماتشين. اقوى ماتشين، ويمكن كان اقوى على الاطلاق سموحة هناك اللي هو كان عشان بره ملعبنا وملعبهم وتبقى الدنيا هناك. طب خلينا اتكلم معاك عن انت برضو نفس الوضع، يمكن علي مختلف شويه، انت نفس عمر موفق، انتوا السنه اللي فاتت كنتوا ب 2006 كنت السن الاصغر فما شاركتوش بشكل كبير السنه، فيمكن انت الوحيد اللي شويه شاركت. لا وربيع وبلال بصراحه شاركوا في النهائيات، يعني انتوا شاركتوا مع كابتن محمد في النهائيات. لما طلعت بقى وبقيت انت الكبير، كنت جعان باسكت؟ كنت عايز توري الناس باسكت؟ طبعا. كنت حابب؟ كنت حابب ان انا العب باسكت اللي انا عايز العبه من زمان، بس ما كنتش السنه اللي فاتت، السنه اللي هي بتاعت اول سنه 16 دي ما كنتش بلعب قوي، يعني ما كنتش عارف اعمل اللي انا عايزه. سنك صغير طبعا. لما دلوقتي خدت الثقه بالظبط وبقيت بتادي وبقيت تلعب، انت رحت المنتخب برضه صح؟ الحمد لله. وطب انت يعني شايف حلمك بدا يتحقق؟ يعني بدات تمشي ناحيه حلمك؟ لعبت وشاركت وشايف حلمك بقى. طيب قول لي يعني ايه اكتر نصايح بيديها لك كابتن اسلام بينك وبينه؟ يعني لما بيجيبك على جنب ان انا ما اعملش دريبل كتير. حلو. و اللي هو كريت ويندو، زي مثلا لو حد دخل من حته انا بفتح فين مثلا. يعني حاجة. تظهر له. ادافع. كويس. يعني اكتر حاجه بيركز عليها الديفنس برضه كابتن اسلام. الديفنس. طب انت في ماتش الاتحاد في الفاينل قلقت شويه عمر، برضو انت ما شاء الله عملت جيم كويس برضو. اول ماتش ولا تاني ماتش؟ تاني ماتش لما قربوا منا وطلعوا 7 بونت علينا. لما قلقت؟ لا ما قلقتش. بس كده يعني كنت بحاول ارجع الفرقه. بس خلي بالك هم لعبوا عليك واحد من 8-4 زون في الاخر. مسكوك يعني عزلوك صح؟ طيب كان اول مره يحصل معاك كده صح؟ دي حقيقه. اول مره سالت عبد الله عامل ايه؟ سالت عبد الله عيسى لما كان بيلعب في 14. ما بتبقى صعبه في السن ده لما يمسكوه لعيب ويعزلوه، بس انت ما استسلمتش للمسك برضه. انت بتروح تستلم الكوره وبقيت تروح ما شاء الله، انت لعيب مجتهد يعني. مين مسك الاعلى عمر؟ اسماعيل احمد. اسماعيل احمد؟ بس مش مركزك. مش مركزي بس. بس انت عاجبك شخصيته وعاجبك لعبه وكده. طيب مين تاني في النادي الاهلي؟ في النادي؟ ممكن كابتن ابراهيم الجمال. كابتن ابراهيم الجمال كان قريب جدا من اللعبه. عارف مين كمان قريب من لعبك؟ ايهاب امين. انت قريب من لعبه طبعا، هو نجم كبير ان شاء الله تبقى زيه، بس انت قريب من لعبه يعني اللعب والبنتريشن والشغل وتشغل فرقتك وتشوط، فانت قريب حتى انت في الطول قربت منه شويه. انا شفت الصوره اللي انت حاططها قربت منه في الطول، ان شاء الله تبقى زيه ان شاء الله. طموحاتك ايه؟ طيب نتكلم عشان نفتكر. اطلع جامعه مثلا، اطلع جامعه بره مصر، اخش منتخب والعب في الستيم بس، وبعديها بقى ان شاء الله ربنا. طب هل عشان لعيبه كتير من النادي الاهلي طلعوا جامعات انت برضو، ولا ده حلم من زمان عندك؟ لا ده حلم من زمان. لا من ساعه ما مالك، يعني لما مالك طلع. مالك. طب اشمعنى مالك؟ مالك كان صاحبك ولا؟ ايوه طبعا. مالك حبيبك. مالك يبقى ابن عمك. شفت بقى؟ صح كده؟ صح. فانت شفت طب انت على تواصل معاه؟ طبعا. كلمه على السوشيال ميديا؟ تبعت له؟ بكلمه فيس تايم. وبتعرف اخباره؟ هو اتنقل جامعه ثانيه صح ولا لسه؟ هو بيحاول. لا لسه ما اعرفش بس ما بيحاولش. لا ما بيحاولش. اعتقد جامعته كويسه. وكان كابتن ياسر قال انه بيحاول يتنقل جامعه ثانيه، او يمكن بعد الموسم ده يفكر. سالتوش. ان شاء الله ربنا يحقق لك كل اللي انت عايزه. حلو. خلينا اكلمك يعني انت رحت المنتخب برضه صح؟ طب شايفنا يعني انت خلاص المنتخب بيبقى كل اللعيبه مع بعض، شايف منتخب مصر يعني بيبقى ليه في نظره للعيب، شايف منتخبنا قوي قوي في سن جيلنا ما شاء الله. جيلنا كويس. يعني شايفين احنا سهل جدا ناخد افريقيا وسهل نطلع ان شاء الله. على فكره انا برضو معاك في نفس الرؤيه دي يا عمر، يعني معاك ان هو علي في نفس الرؤيه دي، ان انت المنتخب يقدر ينفع ياخد افريقيا. اطول فيه والولاد بينطوا وعندكم برسين. اسكندريه عندنا جامدين برضو. اسكندريه في مجموعه كويسه جدا، يعني الاثنين متضموا على بعض هيبقى المنتخب شكله جاي جدا. طب قول لي بقى يعني انت يعني في اسرتك، انا دايما بشوف اختك بتجي لك التمارين وقاعده معاك في الماتشات. مرتبط باختك انت جدا. انتوا اخ واخت بس؟ هي الاكبر ولا انت؟ انا اصغر واحد في العيله. اصغر واحد. انتوا اثنين اخوات بس ولا؟ اخت واكبر منك. طيب ويعني قربك من اختك بتديك نصايح ايه؟ بتبقى فرحانه بيك مبسوطه؟ يعني كلمني على علاقتك مع اختك. ايوه طبعا بتحاول تديني نصايح دايما، بس هي برضه يعني مش في الباسكت قوي. بس هي بتحاول يعني. بتحاول معاها. كتر خيرها بتحاول. طيب وبابا وماما مثلا يعني هل هم يعني كان حد بيلعب باسكت؟ لا بس هم دايما برضه بيشجعوني. بيحاولوا يحفزوني عشان دايما اي ماتش بنزله ببقى متوتر دايما. فعلا؟ بس علي انا ما حسيتش كده خالص. ما شاء الله عليك يعني. انا بحاول ان انا يعني العب عادي بس
بقى متوتر قوي. بسم الله ما شاء الله متوتر، بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك، واديت اداء احسن لاعب. فلو التوتر ده راح انت هتبقى كمان في حته ثانيه ان شاء الله. طب مستر داني اتكلم معاك في حاجه، قال لك نصايح رئيس قطاع الناشئين؟ دايما كان بيقول لي برضو ان انا ما اخافش اني اشوط، وبيقول لي ادور على ان انا العب واحد على واحد شويه. كويس صح. طب دي وحاولت تطبق ده؟ حاولت كان في كذا ماتش كنت اول لما يجي لي فرصه ان انا العب كنت بخش على طول. يعني بتحاول تطبق ده في الملعب وتحاول تطور من القصه دي. طيب مين اقرب واحد ليك في الفرقه؟ ناس كتير بصراحه. لا مش كلهم. طب مش بقى جوه. طيب ماشي كلهم. مين بقى قاعد معاك في الاوضه؟ مين بتحب تقعد معاه في الاوضه؟ مين بتهزر معاه؟ عمر حاتم عشان معاك على الهوا دلوقتي. لا وفادي وعلي حامد وموفق. انا شايف ان فادي وعلي حامد عامل مشترك ما شاء الله. صح ولا غلطان؟ كنت حكي لي بتحبهم والله. انت بتحبهم ها؟ طبعا من زمان انتوا جيل واحد مع بعض يعني. طب وانت برضو نفس الكلام مع عمر، نفسك تطلع بره جامعه والكلام ده؟ نفس الحاجه، منتخب برضو ان شاء الله وفيرست بار. انت 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 سنه كام دلوقتي؟ دلوقتي ثانيه في الدراسه يعني ولا؟ في الدراسه. ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي. انت ايه ده؟ انت دلوقتي تعتبر جريد 11. ايوه. انت قربت خالص، بس انت اكبر من سنك. أيوة انت اللي سنك دلوقتي سنه بدري. بس على فكره دي ساعات ما بتبقاش حلوه للي بيسافر، لان انت بتروح على ايج اصغر منهم بقى. الله ينور عليك. بتروح على ايج جروب اكبر منك. أيوة. بس لا عادي يعني، تقدر تروح عادي يعني ان شاء الله. يعني انت حاططها في دماغك ان انت تروح. والبوابه ان شاء الله باذن الله يا رب بتبقى افريقيا اللي جايه باذن الله يا رب، ربنا يحفظك. هي دي تبقى البوابه ليك ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني خلينا نتكلم عن الباسكت. ليه اخترت الباسكت في البدايه؟ طالما بابا وماما يعني عمر يعني ما شاء الله عيلته كلها كره سله، كانت نسوي فتوح وبابا كمان كره سله، انت ليه اخترت كره السله؟ بصراحه عشان طولي كان في الاول. لا ما انت مش انت صغير ما كانش فيه طول. لا كان باين. كان باين. طب مين يعني انت اللي اخترتها ولا بابا وماما؟ لا هو بابايا زقني فيها بعدين انا حبيتها فكملت فيها. يعني بابا اللي قال لك روح وبدات في وادي دجله وبعدين حبيتها بقى واستمريت فيها. طب خلينا نتكلم عن مسك الاعلى، زي ما سالت عمر حاتم، انت شايف مين مسك الاعلى في مصر وبره مصر؟ يعني في مصر ممكن سيف سمير وعمر طارق. مش دول خمسات؟ بس هو انا عاجبني ان عمر طارق كان مجتهد قوي. بس هقول لك على حاجه، انت ممكن يعني لو الشوطه عندك اتحسنت شويه تبقى اسماعيل احمد يعني اللي كنا بنتكلم عنه تقرب. لو الشوطه هتتحسن ان شاء الله مع الوقت طبعا، الواحد مش قلقان منها. لو سي بوينت اتحسنت ممكن تبقى زي اسماعيل احمد ان شاء الله. على فكره اسماعيل احمد جيلي نفس سني تقريبا، يعني اسماعيل احمد لغايه دلوقتي بيلعب ما شاء الله. ما شاء الله يعني اسطوره. طيب خلينا نتكلم عن نصايح كمان اللي مستر داني اديها لك لما كان بيتكلم معاك عمر. بيقعد يقول لي احسن برسنتج الشوط برده. اتحسنت اهو سي بوينتر، احسن سي بوينتر الحمد لله. بس اعتقد بيقول لي ان انا لازم ما اعملش دروب ستيب، في حاجه اسمها دروب ستيب كده وانا بعمل ديفنس. لو حد حط دربلاي كنت يعني بفتح رجلي بيخش ميدل مثلا. فبدل ما دروب ده فكنت بعملها في الاول، دلوقتي بدات اتحسنها واحده واحده. بس اعتقد. طب ونفس الكلام اللي قلته لعلي، منتخب انت شايف المنتخب قوي ما شاء الله. كمان خلي بالك انتوا معاكم مدير فني كبير جدا كان طعامه خير، حاولوا تتعلموا منه على قد ما تقدروا. لان بصراحه تعرف ان هو مسك منتخب مصر في كاس عالم، طلع بيهم كاس عالم ومسكهم كاس عالم السنه اللي فاتت 18. وبابا كابتن عمرو بالخير، كابتن فؤاد بالخير، ده انتوا طبعا انا ما حضرتوش نفسي بس كان اسطوره التدريب، وبالمناسبه طلع مصر كمان كاس عالم. فانتوا معاكم مدرب لازم تعلموا منه بشكل كبير جدا. شايف المنتخب قوي؟ بتاعنا؟ كويس يعني في اسكندريه واحنا يعني فرقه كويسه. طب انت شايف القاهره والجمهوريه برضو في المتناول نقدر ناخدهم؟ يعني مهم ناخد 3 بطولات. المرتبط يعني الحمد لله يعني ما كانش الاقوى فريق سموحه، كبار كسبوا رايح جاي، ولكن بقى في المنطقه والجمهوريه مفيش كبار بقى، هتبقى انت ايه مجهودك زي ما بيقولوا انت ودراعك. شايف نقدر نكسب المنطقه والجمهوريه ان شاء الله؟ شايف احنا بنجتهد يعني وبنعمل اللي علينا. يعني في القاهره مين ممكن ينافسنا؟ وادي دجله كويسين، الشمس. الشمس يعني احنا، انت شايف من وجهه نظرك طبعا كل احترام للفرقه دي طبعا، بس يعني شايف من وجهه نظرك ان احنا شايف نفس الكلام يعني؟ بصراحة ان احنا احسن. طب انت لسه على اتصال بزمايلك في وادي دجله وكده؟ طبعا كلموك وبتاع. شكلك حبوب وفريندلي قوي يعني بصراحه، يعني شكلك يعني يعني مع زمايلك بيحبوك، وانت يعني فريق عارف انت بيبقى في شخصيات كده بتبقى صاحب صاحبه، انت شكلك كده والله، يعني شكلك من اللعيبه اللي اللعيبه بتحبها وتحب تهزر معاها. طب قول لي يعني في ماتش الاتحاد انت جبت كام ريباوند في الاخر؟ بسم الله ما شاء الله يعني.
لما كانوا طلعوا عليها 7 بونت عملت في الريباوند انت خدت فيه وان مور ده اللي خلص يعني ده اللي خلص الماتش فاكره انت ده اللي قعدت تتجاب وتتجلى وتتجاب وتتجلى ورحت انت واخدها في الاخر حطيتها في المربع وخدت وان مور فاكر انت اللحظه دي ايه طب يعني فكرني حماس يعني فكرني باللحظه طبعا حماس يعني وكان الباسكت اللي فرقنا عنهم برافو يعني احنا كنا كسبانين نقطه تقريبا ساعتها جبنا يعني استريحنا شويه استريحنا وكمان جالك تو شوتس بعديها وان مور ما انت عشان توقف واحده طب طب انت طولك كام انا يعني 1.98 1.98 متر ما شاء الله يعني ده طول نموذج لمركزك اللي هو الاربعيه ممكن كمان 2 3 سم برضه تبقى مش وحش طب خلينا نتكلم عن الدرجه الاولى انت بتابع ماتشات الدرجه الاولى يعني شويه كنت بتابع الماتشات طب في ماتش الاتحاد والدرجه الاولى بتلعب الاتحاد كنت قاعدين في المدرجات بتشجعوا طبعا تشجعوا تشجيع عادي زي الجمهور كده لا كنا زياده شويه كنا من قلبنا قوي عشان عايزين نكسب طبعا كنا مستنيين حتى تحت عشان مستنيين الباب يفتح لنا عمالين نخبط عليه كنت محبوسين صح اللي شفته يفتح لنا اول ما فتح نزلت جري على الملعب احتفلوا بيهم اللحظات دي حلوه هتفضل في عمرك فاكرها صح؟ صح وكمان انت لما حتى اللي بسطني كمان زي علي ان انت ما كنتش مستني جايزه انت لدرجه ان نادوا عليك مشيت عمر اطلع حبيبي انت واخد جايزه في المايك بيقول عمر حاتم مش واخد بالي ففضلت انا عايزين ليه فده حلو عارف حلو في ايه ان انتوا بتلعبوا مش حاطين في دماغكم كؤوس دي ليها معنى يا عمر ان انت بتلعب عشان الفرقه تكسب صح عايز الفرقه تكسب انت يعني جات لي كاس كويس هتبسط بس انا مش بلعب عشان ده فانت ما كنتوش مستنيين ده ما جرتوش على السكاوتنج تشوفوا الله ده انا جايب كذا لا ده مش جايب كذا مش فارق معاكم وتفضلوا على كده كمان طب قول لي يعني انت بيلعبوا معاكوا لعيبه صغيرين يعني بقى في لعيبه 2008 زي ما انتوا كنتوا صغيرين مع 2006 بيلعبوا مع لعيبه ثانيه 2008 معاكوا صغيرين بتعملوا معاهم ايه بتحتضنهم ازاي يعني بتتعاملوا معاهم ازاي لا والله بعملهم حلو قوي جدا بلعبهم يعني صحيح. لو في غلطه مثلا انا فاهمها وهما مش فاهمينها مثلا بكون مريت بيها قبل كده صح فبقول له بس انت دايما بقول لعبد الله صاحب بعمل اسعد صحيح صحيح بس هم الحمد لله يعني اتحسنوا احسن صحيح وانت علي وانت برضو نفس الكلام برضو بيبقى مع الاصغر منك وده طبيعي عشان هم السنه الجايه هيبقوا كبار فلازم تديهم خبرتك تكلم ما شاء الله يعني ال 2008 اللي عندنا ما شاء الله يعني مستوى كويسين وانتوا بتتعاملوا معاهم وبتحاولوا تنقلهم خبرتكم يعني واضح الطبيعي انتوا اقوى واكبر فلازم تديهم الخبرات يعني ولما حتى يعني انا حتى يعني مع فرقكم انا ما اعرفش مين الخمسه اللي استنوا يعني ما اعرفش مين الخمسه الاساسيين بصراحه انتوا ما شاء الله كلكم بتلعبوا وكلكم كويسين وكلكم ما شاء الله يعني ماشيين بشكل جيد جدا طب خلينا اتكلم عن المستقبل يعني انت عندك 18 عندك 20 وبعد كده الدرجه الاولى حلو الكلام تمام انت شايف نفسك يعني في لعيبه مثلا ممكن عالي في وقت من الاوقات يلعبوا 3 وارد ممكن تلعب 3 ممكن يفضل 4 ممكن يحتاجوك في 5 انت شايف هتفضل في مركزك ده ولا ممكن مع الوقت عمر تطور او تلعب مركز تاني جنبه ما اعرفش ممكن انا بلعب 1 2 و3 صحيح فلو يعني احتاجوني في واحد العب واحد لو احتاجوني في 2 برضه العب 2 دي ميزه عندك انت بتلعب 1 و2 كويس انت في ماتشات لعبت 1 نزلت 1 في اسكندريه برافو عليك اخر دقايق في ماتش الزمالك تمام لعبت في ماتش الزمالك الثاني ايوه لعبت 1 وبتأدي كويس جدا عمر على فكره خلي بالك علي هيزعل واحمد فادي دلوقتي عشان بقول كده لا بس عادي هو ده طبيعي تلعب في اكتر من مركز فانت بالنسبه لك عادي تلعب 1 و2 و3 مفيش ازمه وانت كمان يعني ها لو احتاجوك في اي مركز انت موجود مش اي مركز لا بس خلي بالك ما ممكن يعني ممكن يحتاجوك 3 ممكن تكون بتلعب فرقه مش دلوقتي مش في 16 قدام مع الدرجه الاولى بتاع ممكن يكون بيلعب 3 طويله فمحتاجينك تمسكها وارد يعني يعني تبقى جاهز لكل ده عشان كده مستر داني بيقول لك طور الشوطه طور مش عارف ايه عشان انت ممكن تلعب 3 ممكن تلعب 4 فاللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز ده بيبقى مميز جدا جدا طب ايه اكتر ماتش انت يعني فاكره من السنه دي من الموسم المرتبط اكتر ماتش عالي انت فاكره يعني علم عندك ماتش الاتحاد بصراحه الاخير ده اكتر ماتش ده الزيتون عندك طب انت يا عمر الاتحاد الاولاني ده بالنسبه لك انت حاسس ان هو هتفضل طول عمرك فاكره طيب ومفيش ولا ماتش قبل كده سموحه اللي هنا سموحه اللي هناك سموحه اللي هنا برضه ده لعبت فيه احسن انما انت سموحه اللي هنا صحيح انت نسيت ازاي انت ما شاء الله لعبت تحت 30 بونت باين لا 25 مش مشكله من 5 من عندي بقى انت الماتش ده لعبته كويس ما شاء الله جدا الحمد لله بس هو الاتحاد الاولاني
الاتحاد الاولاني كان احسن. طيب انتوا اول مره تلعبوا على صاله حسن مصطفى وبرج العرب صح ولا لعبتوا عليها السنه اللي فاتت؟ لعبت عليها برج لعبت على حسن مصطفى مره. دكتور حسن مصطفى السنه اللي فاتت بس ما رحتش برج العرب. بتحب انهي واحده فيهم؟ حسن مصطفى. بس هي مش باركيه. مش مشكله عادي بس حلقه حلوه. تحبها حلقه حلوه والصاله حلوه؟ طب انت علي؟ انا حسن مصطفى. برج العرب ما حبيتوهاش؟ دي باركيه يا جدعان. حبيناها بس حسن مصطفى احسن. حاجه ثانيه. انت اول مره تلعب عليهم؟ ما لعبتش السنه اللي فاتت عشان به ما لعبوش عليه. طب انا عايز اقول لكم بقى مش عايز اصدمكم ان اللي جاي على ملعب بلاط الماتشات اللي جايه مش عايز اصدمكم يعني يعني لا الماتشات اللي جايه كلها على ملعب بلاط. جمهوريه المنطقه المنطقه كلها على ملعب بلاط. انا مش عايز اصدمكم يعني بس كنت عايز يعني اخليكم تلعبوا على الصالات الحلوه دي بس عشان ايه يعني جمهوريه بقى. لا الجمهوريه برده في بدايتها تبقى ملاعب بلاط يا حبيبي. انا مش عايز اصدمكم يعني انا بس باخدكم من هنا ملاعب بلاط بقى. بس خلي بالك برده ده فكر يعني ما ملاعب البلاط دي ممكن تفيدك في 3 على 3. انت بتلعب 3 على 3؟ ملاعب البلاط تفيدك. ايوه 3 على 3. انت بتلعبش 3 على 3 عمر؟ علي السنه دي ما لعبتش. لا بس هتلعب ان شاء الله. ان شاء الله تلعب. خلي بالك هي بتلف على الكل فانت ممكن تلعب. طيب افريقيا اللي جايه الافارقه بيبقوا فيزيكال عالي وبيجروا وبينطوا وبيلعبوا. شايف ان احنا نقدر يعني؟ طبعا نقدر. هو اللي قبليها قدروا برضه. برافو عليك. طب شفت انت ماتشات اللي قبلك؟ شفت الملك ماتشات؟ طبعا اتفرجت على كل ماتشاتهم. بس انت حاسس ان احنا نقدر نكسب افريقيا؟ وانت عالي صح؟ شايف الدنيا بالرغم ان انت كل سنه على فكره انت مش هتبقى عارف جيلك مين يعني انت مش هتبقى عارف مين في السنغال. مش هتبقى عارف مين في نيجيريا. ما احناش لاعب فريق كبير بس انت شايف ان احنا نقدر. عندي ثقه بصراحه. انتوا عارفين مين الفرق الاقويه عندكم في سنكم؟ هيكون السنغال برضه زي كل سنغال. لا رقم واحد مالي. مالي؟ صح. رقم واحد بتبقى في السن ده اقوى في اقوى دوله بتهتم بالسن ده مالي. يجي بعديها ممكن انجولا شويه بس انجولا برضه مش قوي. ويجي بعديها برضه السنغال. الثلاث فرق دول هيبقوا غالبا هم اللي بينافسوك. تونس بتبقى بعيده شويه. نيجيريا ما بيبقاش عندها اصلا السن ده كويس. فهو ده الفرقه اللي هتلاعبها اللي هتقابلوها تبقى قويه. انت عارف هي فين عمر ولا ما تعرفش؟ مالي؟ مالي ما اعرفش. انا ما اعرفش انا بسالك. ما بيقولكش هي فين البطوله. البطوله هتبقى فين؟ لا لسه ما اتحددتش. ولا محدش قال لكم فين؟ ما اعرفش بصراحه. طيب لو حد بيتفرج علينا ويعني مش صغيرين وطالع تقول له نصيحه ايه؟ يعني لعيب مثلا 2009 2010 2011 افضل يجتهد مهما حصل يعني. تجتهد. علي تدي نصيحه ايه لاصغر منك؟ ايه اجتهد برضو يطور من نفسه. برافو عليك. يطور من نفسك واجتهد. طيب ايه رايكم نطلع فاصل كده عشان احنا عاملين لكم مفاجاه على الهواء. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل سريع ونرجع عشان نحتفل الحقيقه بالابطال دول اللي يستحقوا كل احتفال وكل خير لان الحقيقه اسعدوا جماهير النادي الاهلي كله وكانوا اكبر داعم للفريق الاول. خلينا نطلع فاصل وارجع لحضراتكم تاني.